بنات، مرحبا بكم في التجديد ديالي في هذه لا فيديو. غنديروا بسبوسه تركيه اللي كنسميوها ريفاني. هي واحد البسبوسه كيف ما كنديروها حنايا بالسميده، وهذا غير هي شويه ديفيرونت وكتسقط هي بواحد السيغو. المهم نبداو المقادير على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو السيرو. لهاد السيرو غنحتاجو 3 الكيسان ديال السكر سنيده، هو اللي درت هنايا. غنحتاجو 3 الكيسان ديال الماء، وغنحتاجو هاد الطريفات ديال الليمون غادي نحطوهم مع السيرو. غنخليوهم يغلاو من بعد الغليان واحد، غنخليهم واحد 5 دقائق ونحطوه يبرد. هو سي لا بروميير ايتاب. ابري غادي نديرو الكيك ديالنا. فيه 3 البيضات، كاس تقريبا مع مرش ديال السكر، بنفس الكميه غنديروا الزيت، وغنديروا اياغورت. هنا خديت اياغورت فاني. من بعد عندنا كاس تقريبا مع مرش ديال الحليب، وغادي نحتاجوا كاس ديال كاس هنايا ديال السميده. هنا عندي السميده رقيقه، وكاس ديال الدقيق، دقيق عادي ديال الحلويات اللي كنستعملو ديما. بوغ الخميره غادي تخصني معلقه كبيره ونص ديال الخميره. غادي نقول لكم شحال غتجي تقريبا. ومعلقه كبيره ديال الفاني. انا ما عنديش الفاني سوك فاني، غندير هذا. غادي ندير هاد الفاني اغون فاني هي اللي غادي نستعمل في الكيك. فوالا البنات، اول حاجه درت وجدت المول ديالي، ها هو دهنتو بالزبده ودردرت عليه سميده. دابا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غنديرو السكر. الى تزاد الكيسان ديال السكر غنخويهم هنايا عندي في الكاسرول ديالي. قلنا غنزيدو عليهم تزاد الكيسان ديال الماء. هاد الطريفات ديال الحامض غادي نحطهم، وغادي نحطوهم يغلاو. بون انا حطيت السيرو ديالي، غنخليه حتى يغلى، وابخي غنخليه 5 ديال الدقائق، وغادي نحيدو من فوق العافيه. وغنخليه حتى يبرد كومبليتمون. دابا غندوزو للكيكه كما قلنا. اول حاجه غادي ندير 3 ديال البيضات، غادي نديرهم غادي نزيد عليهم السكر، وغنخليهم يضربوا على خاطرهم. هنا كيما قلت لكم هذا راه كاس ديال العنبه مع مرش. غنوريكم قداش كاس ديال العنبه مع مرش. غادي نخليه يطرب مزيان حتى يطلع ليا يولي ليا البيض غادي البيوديه، وعاد هذيك الساعه غادي نكملوا البقيه ديال هاد الكيك ديالنا. الوغ البنات، من بعد ما طربت مزيان البيض والسكر غادي نزيد عليه الزيت، وغادي نخليه عاود يطرب شي شويه مع الزيت. زدت الزيت هنايا كما كتشوفوا. غادي نخليه عاوتاني يطرب مزيان ونعاودو نرجع. الوغ هنا زدت الياغورت، غنزيد الحليب سي، ونخليه يتخلط ليا. هنا تخلط ليا مزيان الحليب والياغورت. غادي نزيد دابا الدقيق، غنزيد السميده هي الاولى. قلت لكم هنا عندي كاس، وهنا كاس شويه وافي، ماشي بحال كيفاش عبرنا الشيء الاخر. درت هنا كاس عامر الفوق ديال السميده. هنا درت كاس عامر ديال السميده، غادي نزيد عليه الدقيق. هنا عندي كاس ديال الدقيق، وغادي نزيد الخميره. الوغ هنا البنات درت الخميره حتى هي مع الدقيق، مع الدقيق البيض اللي زدت. درت معلقه كبيره ديال الخميره ونص صافي. غنزيد الفاني حتى هو، نخليه حتى نخلط هكا، عاد نزيد واحد القطيرات ديال لاغوم ديال الفاني ونخليها،
بهذا غنكونو سالينا الكيك ديالنا وغنحطوه في المول ديالو. فوالا انا دابا وجدت المول ديالي كما قلت لكم، دهنته بالزبده ودهنته ودابا درت عليه السميده. هادي هي لا تيكستور ديال البسبوسه ديالي الريفاني، غنخوي بحال هكا بطريقه متساويه. فوالا البنات، ها هو وجد لينا الكيك. انا غادي ندخلو الفرن ونتسناوه، نخليوه يطيب لينا على فرن ساخن. راني شعلته قبل ما نبدا نوجدها لدرجه حراره 170 وندخلها، نخليها طيب ليا واحد 30 مينوت، غنخرجها نقطعها ونسقيها وانتم تشوفوا ما تبقى في هذه الوصفه هذه. الو فوالا البنات، ها هو الريفاني ديالنا، خرجناه من 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 خرجته من الفران. دابا غادي نقطعو وغادي نسقيو مجموعين. فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالي. ملي خرجتها من الفران قطعتها وسقيتها وهي باقا سخونه والسيرو بارد، سقيتها مزيان، خويتو عليها كامل. قلت لكم غنقص ولكن خليته خويتو كامل باش تجي هي هذيك. هانتوما شوفوا، شوفوا كيف كتجي، ما كتجيش ناشفه مي كتجي مسقيه كومي الفو، وماشي تاني ميه كامله. فوالا البنات، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. الا جربتوا هاد البسبوسه هادي عطيوني الاراء ديالكم، قولوا لي كيفاش جاتكم. اي فوالا، كنشكركم على المتابعه وعلى لي كومونتير ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. كنشكركم بزاف، بارطاجيو هاد الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش تشجعوني. اي فوالا، شكرا، السلام عليكم.